وننتقل إلى بنسلفانيا حيث مفادنا عمرو عبد المجيد. عمرو، بنسلفانيا ولاية متأرجحة تشهد حتى الآن تقدم كمالا هاريس ضمن 3 ولايات متأرجحة أخرى، يعني أكد لنا هذه المعلومات وصف لنا المشهد لديك. برحب بك إلهام بداية، وبالطبع لا نستطيع إطلاقا أن نقول أن هاريس متقدمة، ما تم فرزه هو 5% فقط من أصوات بنسلفانيا، فالتقدم تقدم يعني دائما القراءات التي تلون هنا تلون باللون الأزرق الباهت دلالة على التقدم، لكن هذا التقدم تقدم لا ينم إطلاقا عن الفرز، بينما هو فرز 5% فقط من الأصوات، فحينها لونت الخريطة باللون الأزرق، لكن هذا التقدم تقدم وهمي، لكن الذي حسم بشكل واضح هي ولاية جورجيا، وهي إحدى الولايات المتأرجحة لصالح ترامب، وهذا بالطبع تقدم من 7 ولايات، وبالتالي هذا يؤثر ان ترامب تقدم في احدى الولايات 7 المتأرجحة، وكانت ربما في السابق كانت استطلاعات الراي تقول انها توجه لصالح هاريس، وهذا يدل ان ترامب يعني تقدم في الولايات المتأرجحة فعليا لصالح ولايه واحده وهي ولايه جورجيا حتى الان. لكن هنا لافت الهام ان ترامب منذ قليل خرج ببيان وانه اتهم بتزوير واسع في ولايه بنسلفانيا، وحاكم بنسلفانيا خرج علينا لينفي ذلك تماما ويقول انه لم يتم ملاحظه اي اعمال خاصه بالتزوير في الولايه، وبالتالي هي تقوم بشكل طبيعي او التصويت يكون بشكل طبيعي. لنستعرض الهام بعض الولايات التي حسمت فعليا حتى الان، وترامب يفوز بولايتي انديانا وكنتاكي ويحصل على 19 صوتا، وبالطبع ولايه ويست فيرجينيا بترتفع فيها الاصوات الخاصه بترامب لفتره اصوات، كورينا الجنوبيه 9 اصوات، الاباما 9 اصوات لصالح ترامب ايضا، اوكلاهاما 7 اصوات ايضا لترامب، فلوريدا صوتت بالفعل لصالح ترامب حتى الان وما زال الفرز يستمر بها، تينيسي صوتت ايضا لصالح ترامب، وميسيسيبي يفوز بها ايضا ترامب، ساوث كارولينا ترامب يفوز بها حتى الان، وبالتالي هناك تراجع واضح لكمالا هاريس حتى الان، لكن هذا بالطبع ليس لا يعطي اي مؤشرات حتى الان، فهذه الولايات هي تلون باللون الاحمر في فترة سابقة باستثناء جورجيا فقط، وبالتالي هذا محسوب في الحسابات السابقة واستطلاعات الرأي التي أكدت أن الجمهوريين سيتقدموا في عدد الولايات، فهذه الولايات محسومة بالطبع لصالح الجمهوريين لأن تصويتها لونه أحمر منذ سنوات طويلة وليس من الولايات المتأرجحة، لكن الـ6 ولايات التي يبقون الآن من الولايات المتأرجحة هناك تقدم بعض الشيء لهاريس في فرز ولاية بنسلفانيا التي نتواجد بها الآن، وما زال الآن هناك بعض امتداد في بعض المقاطعات للتصويت في بنسلفانيا. المؤشرات والتاكيدات والتحليلات السياسيه تؤكد ان من يحصد اصوات بنسلفانيا سيكون هو رئيس الولايات المتحده الامريكيه القادم، وهذا ما عهدناه دائما في كل الانتخابات الرئاسيه في الولايات المتحده بس الامريكيه. هذا معناه يا عمرو 19 صوتا من يحصدها يكون الطريق ممهد امامه، هذا معناه يا عمرو الى البيت الابيض، أنت لكن ما زال هناك تصويت في بعض المقاطعات في ولايه بنسلفانيا لم تغلق ابوابها حتى الان، وان كنا خلفنا احد اللجان الانتخابيه كما نتابعها في الصوره، وبالطبع اغلقت ابوابها وبدا الفرز فعليا في بنسلفانيا والتحديد في فيلادلفيا. بالطبع التصويت ما زال مستمر، واؤكد لك الهام ان التصويت في مناطق الحظر في بنسلفانيا سيكون لصالح كمالا هاريس، لان هناك يعني الحظر في بنسلفانيا يميلون الى التحرر قليلا ويميلون الى الجانب الديمقراطي بشكل واضح، لكن غير الحضر او المناطق غير الحضريه او المناطق الاقل في التعليم نقدر التعليم تكون هي الولايات التي يصوت دائما فيها للجمهوريين او المقاطعات تصوت دائما في لصالح بنسلفانيا، وما زال الفوز مستمر حتى اللحظات اللي نتحدث فيها، لكن في اعتقادي الشخصي بعض التحليلات السياسيه ان بنسلفانيا لن تحسم اليوم على الاطلاق وسيمتد الفرز فيها حتى باكر او حتى على اقل لا هي بالتاكيد لن تحسم بما انه دونالد ترامب بدا بالفعل بالتشكيك في نتائج الانتخابات، فربما هذا سوف يعطل ظهور النتائج اذا تم اعاده الفرز مثلا او ما شابه.